التعقيد ده مسؤول منه بالدرجة الأولى المكون العسكري، وبدرجة أقل ناس أخوانا لمين داود التوافق الوطني. التوافق الوطني، لأنه ببساطة، وأنا في الكلام ده تحديدا يعني بقصد أطراف اتفاق جوبا. أطراف اتفاق جوبا جو وفق لاتفاقية معروفة بغض النظر عن رأينا فيها شنو. هذه الاتفاقية بها نسب على مستويات عديدة، وناس أطراف السلام كلهم تحصلوا على 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 تلك النسب، مع انه انا واحد من الناس المعترضين على مدخل تقاسم السلطه والسلطه، انا ما بدينا لاي محل، لكن دعنا من ذلك. اطراف السلام تحصلوا على تلك المناصب على المستويات المختلفه، وبعد ده كله قالوا انه والله يا اخي ناس المركز ديل كاوش على اي حاجه واقصوا الناس. انت جاي وفق اتفاقيه وفيها نسب وفيها مناصب محدده واخذتها، يعني ثاني باي منطق تقول انك انت يتم إقصاءك؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالإضافة إلى ده، تحالفوا مع مجموعات ثانية ما لها أي علاقة بالوثيقة الدستورية اللي شئنا أم أبينا هي كانت الوثيقة الحاكمة للتآمر على الوضع القائم، وهم بالنسبة للشارع وبالنسبة لناس كثيرين جدا، وأنا واحد من الناس زين، أنتم متماهين مع المكون العسكري، أنتم يعني مساندينه، فبالتالي ده وضع غريب جدا، يعني وضع حقيقة مربك، وبالتالي يعني فعلا هيقود لاتجاه غير الاتجاه اللي بتدعو له هروية التغيير للمجهة المركزي. ده شيء طبيعي جدا. طيب يعني بروفيسور، الآن عمليا في طريقين يبدو، طريق عن طريق اللقاءات والحوار ما بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والعسكريين، بنود واضحة لكنها محتج، في أطراف كثيرة بتحتج على التوافق الوطني ذاته، شايفين أنه المسألة بتاعت الحوار المفروض تكون بين الأطراف كلها، العسكريين متمسكين بضرورة الحوار بين كل الأطراف، حرية والتغيير ترى أنه العسكريين هم أصحاب الفعل في 25 أكتوبر وهم من يجب التحاور معهم، التوافق الوطني ترى ضرورة إشراك جميع الأطراف ما عدا حزب المؤتمر الوطني باعتبار أنه سقط مع سقوط البشير في 11 أبريل. هذا الأمر. وفي شارع روتانا خلينا نسميه شارع الحرية والتغيير والعسكريين، الاثنين ديل اسقاطاتهم شنو على المشهد السياسي الان في السودان؟ الطريقين ديل ما هو في، هل حيوصلوا الطريقين لنفس النتيجه؟ ما بيوصلوا نفس النتيجه، لانه الطريق بتاع روتانا بيؤدي الى تقنين الوضع الحالي. طيب، وده نحن شفناه في الحوار الوطني بتاع حكومه البشير. يعني بي 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 بيكسب وقت وبيلف بدوره، في النهايه ما بيحصل تغيير حقيقي. الاتجاه اللي ماشي فيه، تعتقد انه لن يوصل لحل؟ انا اكاد اجزم انه لا تعتقد ما حنصل لحل، لانه اي شيء بيقنن الوضع الحالي ده ما يقود الى حل.